جرح مفتوح في قلوب ذوي المعتقلين عدم معرفتهم مصائر الأعزاء. حضروا إلى مدينة أعزاز شمال سوريا لرفع عذاباتهم من تغييب عزيز أو عزيزة. جئنا بهذه الوقفة لعل وعسى تصل أصواتنا إلى المجتمع الدولي، ولعل وعسى نحلم باليوم الذي نرى سجون النظام كلها مفتوحة والمعتقلين كلهم خارج أسوار النظام. الجدران تحولت لوحات لنقل المعاناة ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والضغط لحل ملف من أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة السورية. كيف لا؟ وأصعب من الفراق الجهل بمصير من فارقوهم. أأحياء بين أقبية النظام أم أموات؟ بالخط العريض يكتبون أسماء محفورة أصلاً في أفئدتهم. هل الخطوط العريضة تسهل العثور على مفقوديهم لدى نظام تقول إحصاءات المرصد إن 105,000 شخص قضوا في الاعتقال إما تعذيباً أو من ظروف الاعتقال؟ حضر المشاركون وبعضهم ممن اكتوى بتجربة اعتقال سابقة لنقل حقيقة ما يحدث في غياهب السجون. عانيت وما عانيت وبعرف شو معنى سجون النظام ومعنى التعذيب. جئت هنا إلى مدينة إعزاز بهذه الوقفة التضامنية مع المعتقلين لأني بعرف شو معنى الاعتقال. وإلى أن يتبين مصير المفقودين يبقى الحساب مفتوحاً بين ذوي المعتقلين وسجانهم على أمل الكشف قريباً عن المفقودين. يمنى جلاصي، الحدث.